تعالوا لما نشوف مع بعض انا عملت قطعة الديكور اللي انتوا شايفينها دي ازاي. زي ما انتوا شايفين ده بلاص عسل، جبته وغسلته كويس، وبعد كده جبت كوستر حصيرة وبدأت اغلف بيه الجزء اللي في النص في البلاص، بنثبته بالشمع من النهايات بس، لان بعد كده اصلا هنكمل التثبيت بتاعه بالخيط. بعد كده جبت خيط الخيش الستة ملي وبدأت الفه على الاطار بتاع الكوستر من فوق زي ما انتوا شايفين، وهكمل بقى همشي الخطوة بالتسلسل لحد كمان ما هنوصل للقاعدة. انا حابة ان انا اعمل القاعدة كمان عشان بصراحة انا بهتم قوي بالفينش وبحب اداري خالص معالم القطعة اللي انا عملت لها اعادة تدوير. كررت نفس الخطوة كمان فوق، بس وانا شغالة بقى كده قابلتني مشكلة وهي الايد. جيت بقى هنا جبت حبل الخيش الرفيع خالص اللي هو الرباط ده، وبدأت اعمل بيه الايد بقى كلها. ممكن حد لو حابب ان هو يشيلها، بس انا بصراحة حبيت احتفظ بشكله لان شكله حلو زي ما شفته كده في اول الريل، فانا حبيت ان انا احتفظ بشكله واسيب الايد واعملها زي ما انتوا شايفين. الخطوة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، هعمل الايد اليمين وبعد كده هعمل الايد الشمال، وبعد كده بقى هنكمل بخيط الخيش لحد ما هنخلصها برضو كلها. طبعا مش هنسيب شكلها كده من فوق، غلفتها من فوق بشريط الفرنشة وكان جاهز معايا. ما تنسوش تكتبولي رأيكو، سيف وشير، وطبعا لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي متابعة.